طب رايك كان فريق بطق او لا؟ ما اتوقع، يعني يمكن، ما اتوقع، انا كنت اسرع من براكتس. خلينا نشوف. الو. الحمد لله على سلامتك عبد الله. الله يسلمك يا رب. قبل اي شيء سلامتكم هي الاهم. في كل المهمات هنالك خطر بان تتعرضوا لاي حادث، والمهم انك لم تتعرض للاذى بما حصل معك. عبد الله، كان توقيتك جيدا الى ان وقع الحادث. عبدو، اداؤك كان ممتازا. لقد تحديتكم ودفعتكم للقيام بعدة مهمات في أماكن صعبة، والآن أريد منكم أن تبقوا بمعنويات عالية وتجهزوا أنفسكم لحلقة جديدة في مسقط عمان. إن شاء الله يا رب. يلا خير حبيبي، معلش ما يحط من عزيمتنا هذا الشيء. يا أهم شيء نحط ورانا ننسى ولا نطلع لقدام. أكيد، يعني إحنا لنا سنين كثيرة في الرياضة وصارتنا حوادث كثيرة وهي جزء من هذه الرياضة. الحمد لله، أهم شيء الواحد سليم. يلا بالعكس، حضر حالنا، اعطوني السياره الثانيه. يلا نحضر حالنا لسلطنة عمان. يلا يا حبيبي، يلا طلعوا السياره هذه خلنا نتفاهم معاها. يمكن من اجمل ايام قضيناها انا وعبد الله سوا هو هلا بالاردن بصراحه، لانه الاحساس بنحكي نحن بروتوتايب ايفو 9 جروب ان على طرقات ال WRC، مناظر من البانوراما مع تجربتنا للديسكفري، سيارة الآي بيس حتى كمان تعلقنا وتشرقنا وطلعنا عربشنا على الصخور كلها بعدها تجربة بتاخد العالم.